ما من سبب يجعل الجزائر التي ولد معظم سكانها بعد الاستقلال تستفيد من التسهيلات الهائلة لإعطاء التأشيرات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1968. نطلب إلى الحكومة إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 من كانون الأول ديسمبر عام 1968، ووضع حد لهذا الاستثناء القانوني الذي يسهل هجرة المواطنين الجزائريين إلى بلادنا. لازم نرجع للوضع اللي كان موجود في 68. كان هناك نهضة اقتصادية في فرنسا، وكانت فرنسا محتاجة يد عاملة كثيفة لتخدم في مصانعها في ذات الوقت، وكان ساعتها البلاد المغربية تود أن تورد اليد العاملة الفقيرة التي كانت في بلادها في ذات الوقت. فكان هناك مصلحة مشتركة هي اللي أتت وتمت بها اتفاقية 68. طبعا النهاردة الوضع اختلف، مفيش نهضة اقتصادية في فرنسا، عندنا بطالة كثيفة، ولا سيما بطالة في الأجانب نفسيهم أو في الفرنسيين لأصل أجنبي. بين عامي 2017 و 2020 كان هناك سنوياً أكثر من 10,000 جزائري يقيمون بشكل غير نظامي في فرنسا ويتعرضون للاعتقال. إضافة إلى ذلك تمت إعادة 10,000 آخرين بمجرد عبورهم الحدود ولم يسمح لهم بدخول الأراضي الفرنسية، ومعظمهم جاء بتأشيرة سياحية، وكان هذا السبب وراء ضرورة التشدد في إصدار التأشيرات للقضاء على المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية بنية غير معلنة للبقاء في فرنسا والاستقرار هناك بمجرد انتهاء مدتها.